هسوي ترافل مانجا، هذا عصير مانجا. عندي هنا كيك، هذا جاهز، باوند كيك او انجلش كيك من اللي بقاله من السوبر ماركت، اي شيء، حتى هذا السويس رول، بس هذا للزينه برضو هي بتاكل. هنا ظرف كراميل، ظرف دريم، ظرفين دريم ويب، قشطه، حليب، وجبنه كريمي. بس هذه هي المقادير ببساطه وسهله. خطوه، عندي الكيك هنا، هقطعه شرايح. طبعا يعتمد على ايش؟ على قالب التقديم اللي هتسوي فيه. زي كذا. شايفين؟ انا على بالي اني بصور، اتاري انا فصلت التصوير. وعلينا، المهم زي ما شايفين كذا رصيتها في القالب. شايفين؟ القالب اللي مستخدمه صغير شوية. دحين ايش؟ هسقيها عصير مانجا. ما نكتر، بس نسقيها كده عصير، خلي العصير يتشرب الكيك بهذا الشكل زي كده. طيب دحين الخطوة الثانية بالخلاط. عندي كوب حليب، علبة قشطة، يا قشطة، ظرفين دريم ويب أو كريم شانتيه، ظرف كريم كراميل، ست حبات جبن كريمي. خلينا أفكها وأرجع لكم. خلاص نخلطهم. الخليط صار سائل، هنزله هنا كطبقة ثانية. طيب عندي هنا السويس رول، الشوكليت والوايت، شايفين قصيته شرايح زي كده. قبل لا ادخلها على الثلاجة احطها كده على الطرف، حبة بيضة، حبة شوكليت زي كده، هرصها بهذا الشكل، هرصها وبعدين ارجع لكم. كده خلصنا مسلسلات وكله تمام وبردناها، امورها تمام. عندي شرايح مانجا، شايفين، هقطعها مكعبات ونرصها جوا كطبقة. رصينا طبقة المانجا، نيجي دحين للطبقة النهائية. احتاج الى عصير مانجا ونشا بس. عصير المانجا يعتمد على حسب الحجم اللي هتسووه، انا هستخدم 3 اكواب. شايفين؟ حطيت على السخان، هنسخنها قبل لا تغلي كده. هنزل عليها النشا، هنزل عليها النشا ونحركها كويس. كل ما يبدأ يغلي الخليط كل ما يبدأ يتقل ويتماسك، خلاص هيصير زي مبدأ المهلبية كده بالمانجا. خلاص كده جاهز، خلاص هذه المانجا جاهزة معايا، هنسلها كده فوق الخليط.
وزعناها بشكل كويس. خلاص تقريبا كده جاهزة، نسيبها تبرد شوية وبعدين نرجعها الثلاجة نزينها بعدين التزيين النهائية وبالعافية. بعد ما بردتها باقي ايش؟ بس نزينها كده شوية فواكه، نعطيها كده شوية كرز، فراولة، ونشوف كيف هنكمل الباقي. ما شاء الله تبارك الله، تفرج يا جماعة. سلام يا سلام، ايش رايكم؟ طبعا كل ما سبتوها وقت في الثلاجة تبرد كل ما كانت النكهة احلى واحلى. جزء مني يقول لي جرب دحين وجزء يقول لي لا خليها للسحور كده، نرجعها على الثلاجة تبرد اكثر يصير طعمها احلى. سيبوني نسيت الترافل، هذا هو. يلا الحين السؤال الأقوى، كيف هنخرج من هنا ولا هناكل منها نفسها؟ ترى هذه حجمها كبير يا جماعة، شايفين حجمها مرة كبير. كيف قطع المانجا، المانجا رهيبة بصراحة. كيف نوصل للطبقة اللي في النص؟